بسم الله الرحمن الرحيم. كمل في شقة ثلاثة، اليوم نحكي على الجوثم جديد. حكينا على الكي ان ان، شفنا هو من الجوثمز البسيطة اللي هو انستنس بيس. اليوم نحكي على النايف بايس. نايف بايس يا جماعة هو من الكلاسيفيكيشن، اسمه نايف معناها ساذج أو ساذج. تمام. هسا هذا الجوثم مبني على نظرية بتقول إنه بشكل عام إنه الاتريبيوت، كل اتريبيوت مرتبط، كل اتريبيوت او كل فيتشر مرتبط مع الكلاس، والاتريبيوت هذا مش مرتبط مع الاتريبيوتس الاخرى. يعني الاتريبيوتس لا فيش بينهم علاقه، بتعامل مع الاتريبيوت ما في بينهم علاقه. هذا بشكل اساسي هذا هو فرضيته، عشان هيك هو بسموه ساذج. ساذجته من هان جايه، فهمي علي كيف؟ فالنيم بايز موديل بشكل عام هم جروب من الاكستريملي فاست اند سمبل كلاسيفيكيشن. هذول تمام، كل واحد فيهم عنده نظريه ساذجه، فبنقول له عنه نايف بايس من هذه الالجوريثمز. طبعا هذه بشكل عام الالجوريثمز اللي عندها نظريات هي سيوتابل ومفيده ويعني مناسبه لما تكون عندنا فيري هاي دايمنشنال داتا سيتس، داتا سيت كثير كبيره وبدي كلاسيفيكيشن بسيط بالتعامل معاهم، لانه ما بدي واحد معقد يبني كثير علاقات ما بين الاتريبيوتس. الداتا سيت ارض اصلا كبيره وعلاقاتها تكون كثيره، فبصير الامر غير مطاق من ناحيه الوقت والبرفورمانس. تمام. سو لانهم فاست وما فيش عندهم تيونه، ما فيش بارامتر او قيم كثير بنتحكم فيها. طبعا نشوف لقدام بعض الالجوريثمز اللي لهم بارامتر بنحدد قيمتهم، او شفنا زي كانت مين الكي ان ان كان في عنده الكي، قيمه الكي كانت تيونبل. ايش يعني تيونبل؟ قابله لعمليه تيونينج، عمليه انك تقعد تجرب. تيونينج لما تيجي انت بتعمل تيونينج للصوت، في عندك صوت في راديو او شيء تقدر تغير في قيمته وتحطه على الصوت المناسب، هاي عمليه تيونينج. فبنحكي تيونينج البارامتر انك تختار القيمه المناسبه. تمام. سو ذا اند اب فيري يوزفول، بتنتهي بشكل سريع وكويك. فهذه غالبا بستخدم عشان اول عمليه تجربه، يعني نجرب نعمل كلاسيفيكيشن باستخدام هذول الالجوريثمز، لانه ببساطه تتاكد انه الداتا سيت بتاعتنا قابله لعمليه الكلاسيفيكيشن او لا. واضح؟ كبيز لاين، كاول بيز لاين كلاسيفيكيشن نجرب باستخدام هذول الالجوريثمز. نيفايز كلاسيفيكيشن بيلت اون البايثون كلاسيفيكيشن ميثود. شو هي البايثون كلاسيفيكيشن ميثود؟ انه اللي مبنيه على البايث ثيوريم، اللي بتقول لك الايكويشن توصف العلاقه بين الكونديشنال بروبابيلتي وستاتستيكال كوانتيتيز. تمام. كونديشنال بروبابيلتي وستاتستيكال كوانتيتيز هذه منهم هذا البايز ثيوريم. فهذا الالجوريثم مبني على هذه النظريه اللي راح نشوفها الان كيف هو بيشتغل. نايف بايز يا جماعه هنا بعتمد على نايف اسامبشن اباوت الجينيريتيف موديل، عن الموديل اللي بده نشوفه مبني على اسامبشن ساذجه. النظريه بتقول انه الالجوريثم مبني على نظريه بتقول اندبندنت ايفنت. اندبندنت ايفنت يعني ايش؟ كل الاتريبيوت زي ما حكيت لك مش معتمد على بعض. هذه ليش وظيفتها؟ انه تو افويد الكمبيوت للميسي كونديشنال بروبابيلتيز. شو يعني؟ يعني عشان نتجنب العلاقات المعقده الغير مرتبه الكثيره اللي حتكون بين الاتريبيوتس، اعتبرهم ما فيش بينهم علاقه. تمام. بس هذا الكلام في بعض المشاكل موجود، يعني بعض المشاكل فعلا الاتريبيوتس هذه اللي هان بينها وبين بعض فيش علاقه، علاقتها مباشره مع الكلاس، هذا علاقته مباشره مع الكلاس وهذا علاقته مباشره مع الكلاس، هان تمام. بس لو في بعض الاتريبيوت بدي اشوف بدي علاقه مع هذا وهذا اللي بتعطيني التارجت، وبدي علاقه بين هذا وهذا وهذا وهذا، وهذا اللي بيعطيني التارجت على اساسها، نايف بايس هان بقول لا مش هو افضل مثال. يعني لانه نايف بايس بتعامل على انه هذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت وهذا الاتريبيوت منفصلين، قيمتهم مش معتمده على بعض، ما لهاش علاقه ببعض، واللي علاقه بينهم ما تعطيناش التارجت، ما لهاش علاقه بالتارجت. واضح؟ في عندي اكثر من نوع من نايف بايس كلاسيفاير، كلهم معتمدين على اسامبشن برضه نايف زي ما حكينا. تمام؟ النايف بايس اللي رح نشتغل عليه احنا البايس فايندنج البروبابيليتي. الان يا جماعه راح اشرح لكم هذا المثال ونطبقه عشان بوضح القانون اكثر. المهم شو بيعمل هذا؟ بقول لك عشان اجيب البروبابيلتي لليبل معين او بالتحديد لليبل من هذول الليبلز بيعتمد على سم اوبزيرفد فيتشرز اللي هم هذول. حلو. وش كان بيرتن زي هيك؟ البروبابيلتي لكلاس معين لليبل معين بيعتمد بناء على الفيتشرز معطاه
بيعطيها الرمز هذا probability لكلاس بناء على الفيتشر. اوكي probability لكلاس بناء على الفيتشر. الواجب الثيرم بتل اس هاو تو اكسبريس ذا تيرم. كيف بقول لك لو عندك فيكتور من الفيتشرز من فيتشر واحد الى ان، هذول الاكس ايش هما؟ فيتشرز. يعني هذا الاكس ايش هي؟ ريكورد. هذا الكلاس، الكلاس تبع هذه ممكن يكون واحد من الام كلاسز، يعني في عدد الكلاسز في عدد التارجتس عندي من واحد الى ام. حلو، هذا بس كلام نظري. بقول لك عشان نجيب نظريه، عشان نجيب بروبيلتي لهذه الاكس انه يكون تابع لكلاس معين، بتروح بتجيب البروبابيليتي لهذا الكلاس وبتضربه في البروبابيليتي تبع كل قيمه من هدول مسبقا ايش علاقتها كانت بالكلاس، عندنا نشوف على البروبابيليتي تبعت الكلاس على البروبابيليتي تبعت الاكس كلها. طبعا الان انا في عندنا مشكله ان الاكس هذه اللي احنا قاعدين بنحذرها مش موجوده معي. كيف يعني مش موجوده؟ يعني انا مش عارفها لسه، انا بدي اجيها في الانسين ريكورد، انا بدي اياها، فهذه قيمه مش معروفه، فبنشيلها من كل القوانين لانه هي امر قسم عليها. واضح؟ فبصير هيك القانون. هجيب probability لا اتريبيوت او لفيكتور من القيم من الفيتشرز الجديده انه يكون تابع لهذا الكلاس او مش تابع له، بجيب probability تبعته. كيف بضرب probability تبع هذا الكلاس؟ تمام، طبعا بمشي عليهم كلاس كلاس. الكلاس الاول ضرب probability لهذه الفيتشرز انها تكون تابعه لهذا الكلاس، وبجيب probability ثانية للكلاس الثاني ونفس الحاجة، وباخد أعلى نسبة، باخد أعلى نسبة. واضح؟ فهان لو بنيجي ايش بنسمي هدول الأسماء، قلنا probability تاعت هذه أول حاجة، probability إن يكون هذا الكلاس هذه الإكس من هذا الكلاس نفس قانونها بسميه posterior probability، probability اللي راح تنبأ فيها المستقبلية. أوكي؟ في هان prior probability مسبقة، prior probability هان للكلاس، وفي برايور بروبابيلتي لمين؟ لهذه لايك هود انه يكون تابع لهذا المسبق. هذه بريدكتور بروبابيلتي انه ايش البروبابيلتي تبع الاكس هذا ايش حيكون، انا لسه مش عارفها هاي، فلغيناها من كود القانون لانها امر قسمه، ولما يكون كل القيم يعني هذه البروبابيلتي والثاني اللي بدي احسبها للكلاس الثاني والثالث بتقسم على نفس القيمه الثابته فبنشيلها وخلاص لانها مش هتفرق او اعتبرها واحد. واضح؟ شوف للي موضح له وش حيفهم الان ايش اللي احنا بنسميه، ايش اللي احنا بنسميه الان هذا الداتا سيت الليبلد اللي بدراها ابني على بسببها الموديل، داتا سيت هذا التريننج ها، والليبل هي موجود، هي الليبل. شو هي البروبابيلتي؟ داتا سيت بكل بساطه، طبعا هذا اندكس ملوش علاقه بس قيم يعني رقم السطر. هان الاوتلوك كيف مظهر الجو في يوم معين، كيف التمبريتشر كانت يوم هذا، كيف الرطوبه، وعلى اساسه بده ينصح الناس هل يروحوا على البيتش او ما يروحوش. تمام، لان في هذه الايام كان يس، في هذا اليوم كان يس، هانو داتا سيت ليبل بقول يدرب لي الموديل عليها. شو المطلوب مني اعمل انا حاليا؟ بدي اروح اجمع القيم اللي ابني تيبل يساعدني في بناء الموديل. شو التيبل اللي بدنا نبنيه؟ تيبل، بتبني تيبل زي هيك، بتقول هاي اول عمود اللي هو مين قيمه الفيتشر الاتريبيوت الاول اللي هو الاوتلوك. الاوتلوك تمام، ايش قيمه؟ في قيمه صني، له قيمه صني، في له قيمه ريني، وفي كلاودي، ريني وفي كلاودي. هاي هذا لمين؟ هذا اول جزء من الجدول اللي بعناه اللي هو اليمين للاوتلوك. طيب ايش العمودين الثانيات؟ تحط قيم الكلاس لما يكون لك الكلاس يس، لما يكون لك كلاس نو. ليش جبتوا مس نو؟ لانه هم فيهم كلاسين، ففي كلاس ثالث نفس الحاجه بحط كمان ايش؟ عمود. واضح؟ يعني الاسم الاتريبيوت على مستوى الصفوف، على مستوى الاعمده الكلاس. شو بدي احسب؟ بدي احسب لكل واحده من هدول، بدي احسب لكل واحده من هدول اللي هو مجموعهم، اللي هو مجموعهم. شو بدي احسب؟ بدي اقول هان طبعا اليس، هاي اليس، هذه يس وهذه يس وهذه يس وهذه يس، في غيرهم؟ لا. كم مره من هذول كانت معها صني؟ طبعا هم كم واحده يا جماعه؟ اربعه،
اليس هان أربعة صح؟ أربع مرات تكرر اليس، فكلهم حيكونوا على أربعة عشان تريح راسك. كم مرة كانت هذه؟ اليس مع الصني، هي مرة، مرتين، ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة على أربعة. طيب اليس مع الريني، صفر على أربعة. ومرة مع مين؟ مع الكلاودي. هذه البروبابيليتي للصني مع اليس، مع الرين، الريني مع اليس، الكلاود مع اليس، واضح؟ هذول راح استخدمهم عندي في الجدول. مع انه وين انه هيهم اللي مش اللي مش سلم خط اخضر، كم مره كانت مع يس؟ هي واحده. اول شيء انه كم واحده ضلهم؟ اذا هي كلها 10، انه قديش ضل؟ ضل 6، يعني كله على 6 بده يكون، هذول كلهم بده يكونوا على 6 العدد الكلي. كم مره انه كانت مع الصني؟ هي مره، مره واحده. وكم مره كانت مع الريني؟ انه مع الريني هي واحده، تنتين، ثلاثة، ثلاثة من الستة، ضل واحدة من الستة، زي الثلاثة هاي واحدة، ضل واحدة من الستة، كل ما عليك لاودي، واضح؟ وبنعمل الشق الثاني من الجدول للاتريبيوت الثاني اللي اسمه ايش؟ اسمه التمبريتشر. التمبريتشر، التمبريتشر مرة مع اليس ومرة مع النوم، نفس الآلية، مع اليس ومع النوم. لأن التمبريتشر ايش قيمه؟ ملاحظين هاي ولو وميلد او مايل متوسط يعني. اوكي نجيب اللون تاني عشان بس نضلنا احنا مركزين. كم مره اليس قلنا برضو ايش؟ اربعه. هان اربعه واربعه، كم مره الاربعه هدول اليس كانوا مع الهاي؟ واحده، تنتين مع الهاي، بس تنتين، تنتين من الاربعه، ماشي. اسف، كم مره مع الهاي كانوا؟ هان ليس مع الهاي هي مره، مرتين، ثلاثه، ثلاثه من اربعه. طيب كم مره ليس كانت مع، ضلت مره واحده، ضلت ليس مره واحده، هم كلهم اربعه، ثلاثه كانت مع الهاي، وين والثالثه كانت مع المايل، يعني هاي واحد من اربعه هان، وهان مع اللو صفر من اربعه، واضح؟ طيب مع النو او نكملها، مع انه نو ستة هم، كم مرة مع الهاي؟ هاي مرة مع الهاي، نو مع الهاي هاي كمان مرة، مرتين، فمرتين من الستة مع الهاي النو. طيب النو كم مرة مع ال مع اللو؟ هاي النو مع اللو هاي مرة، والنو مع اللو هاي كمان مرة، برضه كمان اثنين من ستة، ضل اثنين من ستة حيكونوا مع مين؟ مع المايل. لما بدنا نجيب للتالتة، مين التالتة؟ الهيوميديتي. الهيوميديتي كيف بدنا نجيبها؟ بنقول طبعا خلينا نكمل الجدول شوية بس. هين الجدول عشان نحط الهيوميديتي معهم. طبعا سامحوني على الخط يا جماعة، أنا بكتب بالماوس، ولكن الجدول موجود مرسوم أقدر أفرجيكم إياه. نفس الحاجة، مين ده الهيوميديتي؟ ايش قيمها؟ قيمها هاي ونورمال، بس قيمتين، يا هاي يا نورمال، مرة مع اليس مرة مع النو. نيجي نعبي برضه بقية الجدول، نقول من اليس، من الأربعة، من الأربعة اللي قيمهم يس، كم مرة كانت الهيوميديتي هاي؟ واحدة، تنتين، واحدة، تنتين، تنتين، تنتين من أربعة. أشيل قلم تاني بس بدل هذا. تنتين من الأربعة. طيب كمان الهيوميديتي هاي كم مرة كانت مع إنه اليس؟ كم مرة كانت مع مع النورمال؟ اليس هذه كم مرة كانت مع النورمال؟ تنتين، إنه كلهم تنتين، فضل تنتين من الأربعة. آخر إشي إنه كم مرة كانت مع ال مع النو هاي؟ هاي النو هاي واحدة هاي، هاي تنتين هاي، إذن تنتين، تنتين من الستة. طيب هان من الستة كم مرة كانت هاي دين على ستة؟ كم مرة كانت النو مع النورمال؟ اوكي هي نو، واحدة مع النورمال، تنتين، ثلاثة، أربعة،
في 4 من 6 ضلوا. واضح؟ إذا هذا الجدول هيبينه، هي الجدول نفسه. بس يضل هاند للتحت تحط مين؟ البي، مش البي لليس والبي للنو كله. اليس كم مرة؟ 4 من 10، الكل هذه. وهان 6 من 10، عددهم عددهم كم مرة كانت هذه بدون ما يطلع الفيتشر؟ 4 و6 من 10 ككل. هي الجدول اللي بينا. طبعا هذه 4 يا جماعة، هذا الغرض المقصود، هذه 4. إذا كان في أي قيمة غلط ما اعتمدوا القيمة اللي حسبتها. واضح؟ لأن احنا كبرينا الجدول، هذا الجدول اللي حسبناه، حسبناه مرة واحدة. وبصير الآن أي ريكورد بيجينا، طبعا بعد أي ريكورد بيجينا نحسب الحسبة حسب القوانين اللي شفناها قبل شوية، بنعرف كلاسه أو بنعرف هو most likely إيش، هو بتابع لأي كلاس على الأغلب حسب القيم اللي هنحسب له إياها. واضح؟ إذا احنا هيك بنينا الجدول تبعنا، هذا الجدول تبعنا، هي بس هذه القيمة يا جماعة 4، خلينا نعدلها مباشرة. هذه القيمة 4 على 6، هذه 4 على 6. تلاحظ الشغلة، مجموعهم هذول دائما 4 3 1 4، 1 2 3 2 6، 0 1 و3 4 2 2 6 2 2 4 2 4 6. واضح؟ لانه هذول احنا عم نشوف كم مره اليس جت مع الصني، وكم مره مع الريني، وكم مره مع الاودي، هم كلهم 4، فهذول لازم يكونوا مجموعهم 4، وهكذا على الكل. هيك حنحسب البروبابيليتيز اللي ممكن تلزمنا للشغل. الان بيقول لي صني مايلد وهاي، في عندي ريكورد قيمه صني مايلد وهايت. اوكي، شوف لي يس ولا نو، شوف لي يس ولا نو، انا مش عارف يس ولا نو. حسب القانون شو بنعمل؟ بنقول بدي احسب البروبابيليتي، بدي اضرب البروبابيليتي للكلاس، للكلاس كم كلاس في عندي؟ في عندي يس ونو، مره مع اليس بدي احسب مره لليس مره للنو. بقول البروبابيليتي لليس اللي حسبناها في الجدول ضرب البروبابيليتي للماي للصني، ها للصني مع اليس ضرب البروبابيليتي للمايلد مع اليس ضرب البروبابيليتي للهايت مع اليس. طبعا انا بحكي، لما بحكي هذول الصني فانا قصدي على اتريبيوت الاول لو تبع الاوتلوك، بحكي مايل فانا قصدي على تمبريتشر اتريبيوت الثاني، لما بحكي هاي فانا قصدي على مين؟ على الهيوميديتي اتريبيوت الثاني، وبحسب قيمه لليس. وباجي للنو نفس الحاجه، بجيب للنو بقول البروبابيليتي تبعت النو ضرب البروبابيليتي تبعت الصني مع النو ضرب البروبابيليتي تبعت المايلد مع النو ضرب البروبابيليتي تبعت الهايت مع النو. هذا كله بجيبه من وين؟ بجيبه من الجدول. تمام. فالان هذا الكلام هي اللي حكيت لكم اياه، هيو لو بنحطه القانون هيو بس ضل اجيبهم. نرجع هان ونقول، نرجع هان ونحسب شو لمين. طبعا شو اسم الريكورد اللي كان عندنا هان؟ اسمه صني مايلد هايت. هاي الريكورد اللي بدي ادور له، صني مايلد هايت، خلينا نجيبه واحطه هان ونحسب له. أيوه. تمام. مره مع اليس ومره مع النو، بدي احسب له مره مع اليس ومره مع النو. خلينا نضيف الشاشه هاي. بقول ايش هي؟ بقول البروبابيلتي اول شيء نحسب لليس. ها ايش البروبابيلتي لليس؟ هي 4 على 10 ضرب البروبابيليتي لليس مع الصني، هيها ضرب 3 على 4 ضرب البروبابيليتي للمايل مع اليس، وينها؟ هي 1 على 4 ضرب البروبابيليتي للهايت مع تبعت هذه طبعا مع اليس 2 على 4 بيطلع بيساوي قديش؟ 4 على 4 3 على 4 في 2 على 4 بيطلع بيساوي القيمه. واضح؟ نجي نحسب مين الان للنو مع النو البروبابيليتي لو كانت نو مع النو، جيب البروبابيليتي للنو، هيا قديش البروبابيليتي للنو حسبنا؟ ايش جاب هنا؟ سوري هان البروبابيليتي للنو بتساوي ايش؟ كلها 6 على 10 ضرب البروبابيليتي للصني اها مع النو، وينها؟ هيها 1 على 6 ضرب probability للمايلد مع النو 2 على 6 طبعا ضرب بينهم، ضرب اخر حاجه probability للهايت مع النو، وينها؟ مع النو، هي 4 على 6 بيطلع معي الجواب. البروبابيلتي تبعته اعلى بصنفه، اذا طلعت هذه البروبابيلتي اعلى بقول اعمل يس، بقول يعني لهذا بقول هو يس للكلاس تبعه، اذا البروبابيلتي اللي هذا تبعته اعلى بقول الكلاس تبعه نو.
وضحت كيف؟ وضحت يا جماعة هاي. فعلى هذا الأساس هذه أعلى من هذه، فقال هذا هو يس. واضح لأن هذه أكبر. فلتكون وضحت هذه يا جماعة. هذا مثال تاني طبعا بدون أسماء أتريبيوت. رحنا جبنا الجدول هذا، كيف جبنا الجدول؟ مباشرة رسمنا الجدول. هاي الأتريبيوت الأول، إيش قيمه؟ أي واحد هذا قيمه صفر وواحد واثنين، هاي القيم تبعته صفر وواحد واثنين حطناهم هنا. طيب وش حطينا هيك على الأعمدة؟ أسماء الكلاس. شو قيم الكلاس؟ في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة، هاي أسماء الكلاسز. هيك أسماء الكلاسز. ونبلش نعبي في الجدول. أول حاجة ممكن نعبي هاي إحنا تمام، أو بعدين نعبيها. هسه كم مرة A1 إجا مع الكلاس واحد، إجا مع الكلاس مع الكلاس واحد، كم مرة الصفر هذا أحد القيم إجا مع الكلاس واحد؟ شو رايحك أنا؟ هذول اللي الكلاس تبعهم واحد، هذول الكلاس تبعهم واحد. خلينا نظللهم بلون معين، مش هيك؟ تمام، هذول كلاسهم واحد، وهذه واحد كمان، وهذه واحد. طيب مش قضية دي، أنا آسف سيبوها. هذه رجعناها 4 6. نيجي وين كلاسهم واحد؟ هاي واحد، خربش عليهم خربشة. هان واحد وهذه واحد وهذه واحد اللي عندهم لون أزرق، وهذه واحد. وين اللي كلاسهم اثنين؟ هاي اثنين اللون الأحمر عليهم، وهي اثنين. وين اللي كلاسهم ثلاثة؟ اللون الأخضر، هاي الثلاثة، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. واضح؟ لا نجي نحسب الصفر كم مرة كان مع الواحد؟ هاي مرة، مرتين، مرتين، مرتين من أربعة. طب الصفر الواحد كم مرة أصلا موجود؟ الواحد واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، فاثنين من الأربعة صفر كده القيمة. طب مع الواحد، الواحد كم مرة جمع مع الكلاس واحد؟ هي مرة، مرتين. إذا اثنتين مع الواحد اثنين مع الصفر كم مرة طلع مع اثنين؟ القيمة اثنين هذه كم مرة جت مع الكلاس واحد؟ ولا مرة. نخلصه نجان نجان نفس الاتريبيوت بس مع الكلاس الثاني. قيمة الاتريبيوت الصفر كم مرة اجت مع الكلاس اثنين اللي هو الاحمر هذا؟ الصفر كم مرة اجت مع الاثنين؟ ولا مرة من الثلاثة، اثنين تكررت 3 مرات. كم مرة اجت مع الكلاس اثنين هذا؟ كم مرة اجت مع الواحد؟ هاي الكلاس اثنين، هاي مرة اجت مع الواحد بس واحدة من الثلاثة. طيب الكلاس اثنين كم مرة اجت مع الكلاس مع القيمة اثنين؟ شوف اثنين اجى هاي مرة مع قيمة مع القيمة اثنين، والكلاس اثنين اجى كمان مرة، مرتين من الثلاث مرات، فاثنين على ثلاثة. نيجي الكلاس الثالث، واحنا حتى شغالين بين هذا الاتريبيوت والكلاس هذا بس. كم مرة اجى هذا الكلاس قيمته ثلاثة؟ ثلاثة هي القيم الثلاثة هي. كم مرة كانت مع الصفر؟ ولا مرة، صفر على ثلاثة. كم مرة كانت مع الواحد؟ مرة على ثلاثة. كم مرة كانت مع اثنين؟ اثنين على ثلاثة. بنروح على مين هالجيت؟ على الاتريبيوت الثاني. مين التربيت الثاني هي؟ ايش قيمه؟ برضه صفر واحد واثنين، هي صفر واحد واثنين. طيب القيمه صفر كم مره جت مع الكلاس واحد؟ هي مره هان صفر مع الكلاس واحد، وهي كمان مره، مرتين. مرتين من قديش؟ كم مره اصلا الكلاس واحد كان موجود؟ 1 2 3 4، مرتين من اربعه. طيب وكم مره الواحد مع الكلاس واحد؟ واحد مع الكلاس مع الكلاس وهاي كلاس واحد، كم مرة كانت القيمة هان واحد معه؟ ولا مرة، أسف مرة هيها، أسف هان مرة. وكم مرة القيمة مع الكلاس واحد، كم مرة كانت القيمة اثنين؟ هي مرة، و...
وين كمان في مرة وخلاص واحد الأربعة كمان. طيب كم مرة الكلاس 2 جيت، لا الكلاس 2 بالأحمر، كم مرة الكلاس 2 جيت مع القيمة صفر؟ هان ولا مرة، صفر من ثلاثة. كلاس 2 كم مرة كانت القيمة مع واحد؟ مرة واحدة من ثلاثة. كلاس 2 كم مرة كانت مع قيمة 2؟ 2. نيجي لكلاس 3، كم مرة مع كلاس 3 كانت القيمة صفر؟ ولا مرة. كم مرة كانت القيمة واحد؟ مرتين من ثلاثة. كم مرة كانت القيمة ثلاثة كانت اثنين؟ واحد من ثلاثة، وهكذا. بنيجي الآن لمين؟ لآخر لآخر اتريبيوت، قيمه واحد واثنين بس حبيبي، يا واحد اثنين. مع الكلاس واحد كم مرة كانت القيمة واحد؟ هي مرتين، مرتين ثلاثة، ثلاثة من الأرواق يعني. طب كم مرة القيمة ظلت مع الكلاس واحد؟ كم مرة كانت القيمة اثنين؟ تلاقيها مرة واحدة هي. نيجي الآن الكلاس الثاني، كلاس اثنين الأحمر هذا، كم مرة كانت القيمة مع واحد؟ واحدة من ثلاثة. كم مرة كانت القيمة مع اثنين؟ مرتين من ثلاثة. وآخر إشي مين؟ الكلاس ثلاثة، الكلاس ثلاثة كم مرة جمع القيمة واحد مرتين ومع القيمة اثنين مرة، فاثنين من ثلاثة. وفي الأخير هن مين البروبيت للكلاس كله؟ البروبيت للكلاس واحد أربع مرات ظهر الواحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. الكلاس اثنين واحد اثنين ثلاثة، الكلاس ثلاثة واحد ثلاثة. واضح؟ هيك صار الجدول تبعنا جاهز، هيك صار الجدول تبعنا جاهز. فالآن لو ادت قيمة هذه أنسين وقال لك تنبأ لي فيها، كيف بدك تقول؟ في عندي كم كلاس؟ أنا في عندي ثلاثة كلاس، كلاس واحد وكلاس اثنين وكلاس ثلاثة، بدي أحسب لكل واحد منهم حسبة أشوف مين أعلى، وأشوف هو أعلى إيش عن مين. واضح كيف؟ طيب كيف بدي أحسب هاي؟ بقول البروبابيلتي للكلاس، البروبابيلتي للكلاس لمين؟ الواحد. ليش البروبابيلتي للكلاس هي 4 على 10 ضرب البروبابيلتي للواحد مع الواحد مع الكلاس واحد، وين البروبابيلتي للواحد مع الكلاس واحد؟ هي هي كلاس واحد، وبروبيلتي انه يكون اتريبيوت الاول واحد هي 2 على 4 ضرب البروبابيلتي للكلاس 2 مع 2. طب نحكي على الاتريبيوت الثاني، ها يكون هذا الاتريبيوت الثاني قيمته 2 ويكون الكلاس تبعه 2، وين هي؟ 2 على 3 ماشي. طيب البروبيلتي كمان لمين؟ للاتريبيوت الثالث انه يكون 2، وين انه يكون 2؟ هي قيمته 2، هي التربيت الثالث مع الكلاس واحد. طب اخذنا مين؟ هذه واحد على اربعه، هذه واحد على اربعه، اسف هذه مش اثنين ثلاثه، هذه بدي هذه يعني. مين مع الكلاس واحد؟ اه اثنين على اربعه، كله شغال الكلاس هذا احنا لسه. وبعدين هذه البروبيت تبع اثنين مع 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 الكلاس الاول قديش؟ واحد على اربعه. بنحسب الاثنين، كيف احسب الاثنين؟ بقول البروبيت الاثنين قديش؟ 3 على 10 ضرب البروبابيلتي للاثنين مع الواحد، اثنين مع الواحد بهان هي هذه واحد ثلاثة ضرب البروبابيلتي للاثنين مع اثنين برضه، اثنين ككلاس واثنين كاتريبيوت الثاني هيو دي هذه اثنين على ثلاثة ضرب البروبابيلتي انه يكون الاتريبيوت الثالث قيمته اثنين عند الكلاس قيمته اثنين برضه اثنين على ثلاثة ضرب البروبابيلتي للكلاس الثالث آخر حاجة هي البروبابيلتي للكلاس 3 على 10 ضرب البروبابيلتي إنه يكون قيمة الأتريبيوت الأول 1 والكلاس 3 والكلاس يكون والكلاس يكون 3 وتكون قيمة 1 اللي هي هذه 1 على 3. وبعدين إيش قيمة الأتريبيوت الثاني؟ 2 هي هذه. فمع الكلاس مع الكلاس مع الكلاس 3 آخر 1 1 على 3 كمان ضرب البروبابيلتي لمين؟ في الواحد على ثلاثة، هي الثلاث قيم اللي بدنا نحسبها. واضح؟ هذول هم الثلاث قيم اللي بدنا نحسبهم. طبعا هان هو اشتغل 2 على 2 3 مظبوط، 1 على 3 1 على 3 مظبوط، 1 على 3 3 تمام. واضح يا جماعه؟ بدي احسب الثلاث قيم هذه اللي حاولنا نحسبها، هي بتطلع معنا قيمه 2 3. مين اكبر واحده فيهم؟ وين اكبر واحده فيهم؟ هي بتاعت الكلاس 2، يبقى هذه تبع الكلاس 2، يبقى هذا الريكورد اللي كنا مش عارفينه بنصنفه 2، بنصنفه 2
واضح. شو هسه هذا النايف بايسن، النايف بايسن كلاسيفاير ميك شور السترينج اسامبشن اباوت داتا سو هاف سيفرال ادفانتج. عنده ادفانتجز لانه عنده اسامبشن ماشي عليه، هو سريع ستريت فورورد وبوبليستيك ايزي تو انتربريت، يعني سهل انك تفهم ليش صنف هذا الاثنين على حسب الحسابات هذول. انا فاهم ليش صنفها والجدول هان واضح مفهوم، هاي الموديل تبعه واضح ومفهوم جدا واضح. وفيش بارامتر، هل في اي كي بتحدد القيمه؟ هل في بارامتر بتحدد قيمتها وبناء عليه يكون تختلف النتيجه؟ لا ثابته، لو تشغله مليون مره هذا بضل يديك نفس النتيجه، لانه معتمد على موديل ثابت. هيو حسب القيمه، يعني لو انت حسبت لي هذه نفس الحسبه في بيتك لحالك حيطلع معك نفس النتيجه، طلع معك ثلاث قيم جدول هذا اكبر واحده تختار اثنين، يعني النتيجه تبعته ثابته ما بتتغيرش، فهمنا؟ بينما شفنا في الكي انه حسب الكي ممكن النتيجه تبعت بعض الريكورد تختلف، تمام؟ يبقى هو كويس كبدايه كانيشال بيز لاين انك تبلش فيه تعمل كلاسيفيكيشن تتاكد من العمليه تبعتك يعني الداتا شغاله وبالعمل كلاسيفيكيشن او لا. واضح. نيف بايس عنده سترينج اسامبشن انه فهذا شيء كويس او مش كويس قصدي في الكومبليكيتد موديل، لو عندك موديل معقد اللي المفروض يطلع معك عشان تطلع نتائج كويسه، وهذا الموديل معتمد على العلاقات بين الاتريبيوتس مش خيارك الاول نيف بايس. طيب وين هو كويس؟ اذا كان فعلا الداتا تبعتك هي اندبندنت ما بينهم، وهذا الشيء قليل الحدوث، هذا الشيء مش شائع الحدوث في الحياه العمليه. ماشي، هذا الشيء مش شائع الحدوث في الحياه العمليه. الشغله الثانيه كويس هو وقتيش؟ لما تكون الداتا زي ما حكيت لك سيبريتد، يعني ويل سيبريتد مفصول عن بعض، في هاي الحاله بكون الكومبلكسيتي تبع الموديل تبعك مش كثير مهم. تمام، لما يكون الكومبلكسيتي تبع الموديل تبعك مش كثير مهم. الشغله الثانيه كويس هو كويس لما يكون الداتا عندك هاي دايمنشن، الداتا تبعتك كبيره. في الهاي دايمنشن الداتا يا جماعه لما يكون الريكوردز عندك مثلا 100 ريكورد 100 اتريبيوت، من الصعب جدا انك تقول ان هذا الاتريبيوت في علاقه بينهم وبين بعض، هم كتار. صعب تلاقي لما تلاقي 100 مثلا في ملايين الاسطر بتكون صعب العلاقه تكون واضحه ما بين الاسطر ما بين الاتريبيوتس لانهم كتار. دائما صعب يعمل جروبينج هو لهذا اتريبيوت مع هذا اتريبيوت بيعطيني كلاس، لان القيم متعدده ومختلفه، فاهمين علي كيف؟ ففي هذه الحاله الاي بي اس ممكن يكون هو كويس ويديك نتائج برضه مرضيه في هذه الحاله. واضح؟ بالنسبه لتطبيقه بالبايثون بيختلفش كثير عن تطبيق الكي ان ان، غير في موضوع اللي هو مين اسم الكلاسيفاير. نفس الحاجه حملنا الداتا سيت، هذا طبعا راح اشوفه في المحاضره العملي، عمل الدروب للفاريتي، فالدروب لما تعمل الدروب لشغله ترجعها بترجع لك مين؟ بترجع لك هي الداتا سيت بدونها، فظل عندي هذه الفيتشرز بدون مين الفاريتي اللي هو الكلاس. بعدين اخذنا من الهادي الداتا سيت اخذنا بس الكلاس، صار عندي مخزن بس الكلاس وهم باقي الفيتشرز بدون الكلاس. نمهم الاكس والواي شرحناهم من المحاضره الماضيه. الان بعمل امبورت للجاوشن نيف بايز، هذا واحد منهم نوع منهم سوى نيف بايز ان بي، اي نوع عملت الموديل عرفت الموديل بيسوي جي ان بي، قلت له اعمل فيت للموديل دوت فيت، خذ الفيتشر خذ الليبل. الان هو فيت، انا بدي اختبره، اديته الري هيها قلت لها ريشيب لفيكتور عشان يخمن لي ايش قيمتها في التست. بعدين قلت له بريدكت هذه التست، طبعت البريدكشن. طبعا ايش حيكون في البريدكشن؟ قيمه من القيم اللي موجوده في الفيرتي، من القيم الموجوده في الفيرتي حسب من اقرب البروبابيلتي هو حسبها. بتمنى تكون واضحه يا جماعه كيف النايف بايز بيشتغل كماثيماتيكال يعني. واشوفكم ان شاء الله في محاضره اخرى. يعطيكم العافيه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.